بعد وفاة 5 فلسطينيين جراء توقف الأكسجين بمجمع نصر الطبي، منظمة الصحة العالمية تطالب بتوفير الوقود لاستمرار الخدمات المنقذة للحياة. رئيس الوزراء الإسرائيلي يجدد رفضه الاعتراف بدولة فلسطين، ورام الله تؤكد أن الدولة الفلسطينية استحقاق يفرضه القانون الدولي وليست منة من نتنياهو. الشرق الأوسط وأوكرانيا يتصدران مؤتمر ميونخ للأمن بحضور وزير الخارجية سامح شكري. الثانية ظهرا في القاهرة، مشاهدينا الكرام أهلا بكم في هذه النشرة من قناة النيل الأخبار من القاهرة، نبدأ بعد الفاصل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 5 مرضى فارقوا الحياة جراء توقف الأكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع الناصر الطبي بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه. في غضون ذلك قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحاول الوصول لمركز الناصر الطبي لتقديم المساعدات للمرضى والمصابين، مشيرة إلى ضرورة توصيل الوقود لضمان استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة. متجردا من المشاعر الإنسانية وضاربا القوانين الدولية عرض الحائط، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مستشفيات قطاع غزة وكل ما له علاقة بالنظام الطبي في القطاع المحاصر. في مدينة خان يونس بجنوبي القطاع نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية دقيقة ومحدودة في مستشفى ناصر الطبي المحاصر في المدينة، أسفرت عن إحكام قبضته عليه وتحويله إلى ثكنة عسكرية، وذلك بعد أيام من القتال في محيطه. وزارة الصحة في غزة أعلنت أن عددا من المرضى فارق الحياة جراء توقف الأكسجين بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف المولدات الكهربائية، فيما يحاول المسعفون نقل المرضى إلى غرف آمنة بعد تعرض بعض الغرف للقصف. وزارة الصحة الفلسطينية حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في المجمع ناصر الطبي، مناشدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل. عملية الاقتحام العدوانية جاءت بزعم وجود جثث لمحتجزين إسرائيليين في المرفق الطبي، الذي يؤكد أطباء ومسعفون أنه يواجه وضعا كارثيا. ولم يقدم جيش الاحتلال أدلة على هذه الاتهامات بشأن التاريخ الذي كان فيه هؤلاء المحتجزين موجودين بمستشفى ناصر، وما إذا كان قد سبق للجيش أن حدد وجود محتجزين بأحد مستشفيات القطاع. مستشفى ناصر الطبي هو الأكبر في خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، يستقبل الآلاف من المدنيين الفارين من الحرب والذين بدأ إجلاؤهم تحت القصف في الأيام الأخيرة. ومنذ بدء هجومها البري على قطاع غزة داهمت القوات الإسرائيلية المستشفيات بشكل متكرر، واتهمت حركات المقاومة الفلسطينية باستخدامها على شكل مراكز قيادة وبنى تحتية عسكرية، وذلك بهدف تدمير مقومات الحياة والصمود أو ما تبقى منها. وينضم إلينا للتعليق على هذه التطورات الميدانية واستشهاد عدد من الفلسطينيين والمزيد من الإصابات الأستاذ مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أهلا بك معنا أستاذ مراد. في رأيك ما الواجب على المجتمع الدولي الآن وهيئات الإغاثة المعنية بما يجب أن تقوم به للتدخل لسرعة تقديم المساعدات المنقذة للحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني؟ نعم، منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة والمساعدات الإغاثية والإنسانية تدخل على قطاع غزة بشكل بطيء نتيجة المعيقات التي تفرضها دولة الاحتلال وجيش الاحتلال. لذلك
على المؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية أن تمارس دورها الحقيقي في فرض إدخال هذه المساعدات من خلال قيامها بدورها الإغاثي والإنساني، ومن ثم ممارسة هذه المؤسسات الضغط على دولة الاحتلال ومؤسسات المجتمع الدولي ودول العالم الدول المؤثرة في المنطقة وفي أيضا التي لعبت دورا في خلال هذا الصراع وهذه الحرب على هذه المؤسسات الدولية والإغاثية التي ترغب في تقديم هذه المساعدات لأكثر من 2 مليون مواطن ونصف أصبحوا يعيشون في ظروف إنسانية وإغاثية صعبة ومعرضين إلى يعني شبع المجاعة. نعم. أكثر من ثلاثة أو يعني أكثر من أسبوع شهرين ونصف منطقة شمال قطاع غزة ومدينة غزة لم يصلها المساعدات، وأيضا تقديم الخدمات الطبية، هذا الحصار المطبق على هذه المناطق التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على تلك المناطق ويهدد المواطنين المتبقين في هذه المناطق إلى الموت البطيء. بالأمس كان هناك تقرير يشير بأن المستشفيات الموجودة في شمال قطاع غزة فقدت القدرة على تقديم الخدمات الإغاثية، وأيضا أصبح الناس لا يستطيعين توفير الحد الأدنى من البقاء، المياه ملوثة، الدقيق لا يتوفر هناك، المواد الإغاثية المواد الأساسية للمواد. نعم، لكن يعني أمام هذا المشهد الصعب والمعقد إلى متى يبقى المجتمع الدولي والمأساوي على هذه المؤسسات؟ نعم، أمام هذا المشهد خلال ضغطها على الأمم المتحدة لممارسة دورها في ضغطها أيضا على دولة الاحتلال من أجل إمداد قطاع غزة. أستاذ مراد، يعني المساعدات المطلوبة. أمام هذا المشهد الصعب والمعقد إلى متى يبقى المجتمع الدولي في موقف صعب ومتأزم ولا يستطيع التدخل لإنقاذ الموقف؟ للأسف الشديد فقد القدرة هذا المجتمع الدولي على يعني توفير بقاء الحياة للشعب الفلسطيني. أكثر يعني من 130 يوم من هذا الحرب وهذا العدوان المجنون التي ترتكبها دولة الاحتلال، إلا أن المجتمع الدولي يقف متفرجا على هذه الإبادة الجماعية وعلى هذه المجازر التي تقوم بها دولة الاحتلال، هذه الإرادة المفقودة وهذه ازدواجية المعايير التي يقوم بها المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة المقبلة لكل دولة تستطيع أن تمارس دورها. الولايات المتحدة هي شريك هذا العدوان وهي تمارس هذا المنع الحقيقي في توفير المساعدات، رغم كل التصريحات من قبل الإدارة بايدن ومسؤولين هذه الإدارة بأنه يسعوا إلى توفير هذه المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، إلا أن هذه التصريحات فقط تأتي في سياق التصريحات الإعلامية والأقوال وليس الأفعال، رغم أن الإدارة الأمريكية تستطيع توفير هذه المساعدات والضغط على دولة الاحتلال من أجل إدخال هذه المساعدات، إلا أن الولايات المتحدة منحازة بشكل غير مسبوق إلى دولة الاحتلال وتوفر لها الغطاء في إقامة في تنفيذ هذه المجازر والإبادة الجمعية والحصار على الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك الأستاذ مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي من رام الله. وقد استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارة جوية عنيفة شنتها قوات الاحتلال على مدينة رفح بجنوب القطاع وعدد من المناطق في شماله. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى حوالي 28,775 شهيدا و 68,552 مصابا. مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه 133 تتواصل سلسلة المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، ويتواصل نزوح المواطنين من مكان لآخر داخل القطاع المحاصر في محاولة للنجاة من القصف الصاروخي
وقذائف المدفعية ورصاص القناصة. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة استهدفت مدنيين شمالي ووسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى. كما نفذ الاحتلال غارات على المنطقة الجنوبية لخان يونس، وفي شمال القطاع نفذت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا على شرق مدينة بيت حنون، وسمع عدوي انفجارات عنيفة نتيجة القصف المكثف من قبل الاحتلال. كما استشهد عدد من المواطنين في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في شارع السكة شرق جباليا، واستشهد عدد من الأطفال في مستشفى كمال عدوان في بيت لهية بسبب الجفاف وسوء التغذية في ظل نقص الطعام وانتشار الأمراض والأوبئة. وقد قصف طيران الاحتلال أيضا منطقة تل الزعتر بالتزامن مع قصف منطقة المغرافة شمال محافظة الوسطى ومحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة، ليستمر القصف والمجازر بدون بارقة أمل في انفراجة قريبة لوقف إطلاق النار وتوقف العدوان الغاشم الذي أودى بحياة نحو 29,000 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن القصف الجوي الكثيف على رفح الفلسطينية يعقد العمليات الإنسانية الهشة ويعوق جهود الإغاثة. وتقول الأمم المتحدة إنها تواصل مع شركائها فعل ما يشبه المستحيل لمساعدة المحتاجين في ظل التحديات الهائلة. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك احتياج عاملي الإغاثة إلى تأمين الظروف الأساسية للأمان وفتح الطرق وضمان قدرة الشاحنات على الحركة ودخول المساعدات، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل فعل كل ما يمكن لتقديم المساعدة، ولكن احتمال تصاعد القتال في رفح قد يزيد صعوبة أحوال المدنيين. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يقبل بأي ضغوط خارجية من أجل القبول بدولة فلسطينية. يأتي هذا بعد ساعات من الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي تناول اتفاق تبادل المحتجزين والتهدئة في قطاع غزة. يبدو أن كل الضغوط الدولية والمحاولات التي قامت بها الإدارة الأمريكية لم تفلح في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتخفيف من موقفه تجاه ملف التفاوض ووقف النار في قطاع غزة، فضلا عن الاعتراف بدولة فلسطينية. فعلى الرغم من المكالمة التي دامت 40 دقيقة بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن حسب ما أعلن البيت الأبيض، فإن نتنياهو ما زال يعاند. موقف نتنياهو بدا جليا بتصلبه في البيان الذي أصدره مكتبه، إذ قال نتنياهو إنه لن يقبل بأي ضغوط خارجية تمارس على بلاده من أجل قبول بدولة فلسطينية، في إشارة واضحة إلى إدارة بايدن. كذلك أكد أن مواقفه يمكن تلخيصها في جملتين: أولا أن إسرائيل ترفض رفضا قاطعا المطالب الدولية بالتوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وثانيها أنه لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة. كما شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل رفض الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، معتبرا أن مثل هذا الاعتراف من شأنه أن يمنع أي تسوية سلمية في المستقبل حسب توصيفه. وكان بايدن قد حذر خلال الاتصال الهاتفي مع نتنياهو من عدم المضي قدما بأي عملية عسكرية في رفح من دون وجود خطة لحفظ سلامة المدنيين. كما أكد الرئيس الأمريكي مواصلة العمل لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين في أقرب وقت ممكن. ومنذ ديسمبر الماضي توترت العلاقة بين بايدن ونتنياهو بعدما اعتبر الرئيس الأمريكي الساعي إلى تجديد ولايته أن الرد الإسرائيلي على حركة حماس والحرب على غزة كان قاسيا. كذلك زاد التوتر مؤخرا بعد رفض نتنياهو التراجع عن خطة لاقتحام رفح جنوبي القطاع الفلسطيني المحاصر. يأتي هذا فيما سلط الصدام المتزايد بين الجانبين الضوء على تراجع نفوذ إدارة بايدن على نتنياهو، مع استمرار القوات الإسرائيلية في مهاجمة غزة بالتزامن مع تزايد الضغوط داخل الحكومة الأمريكية لكبح جماح إسرائيل.
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الدولة الفلسطينية ليست هدية أو منة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بل هي استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. أضافت الوزارة أن نتنياهو يتحدى من جديد الإجماع الدولي والأمريكي على استحقاق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، ويعلن رفضه للاعتراف الأممي والدولي بها، ويطرح شروطه التقليدية وإملاءاته على العالم والشعب الفلسطيني بهدف وأد أي جهود أو أفكار بشأن دولة فلسطينية. وفي مقدمتها وكعادته رفضه لأي تدخل دولي بما يعنيه ذلك من قرارات ومرجعيات دولية للسلام، حتى يبقي على نهج المفاوضات من أجل المفاوضات. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية اقتحام لمدينة جنين وبلدة عقابة في شمال طوباس ومدن أخرى في الضفة الغربية. وأطلقت قوات الاحتلال النار على المركبات ومنع طواقم الإسعاف من الوصول للمنطقة التي تم إبلاغهم عن وجود إصابات فيها في قلقيلية. صراعات وأزمات يعيشها عالمنا اليوم، آخرها حرب الإبادة الجماعية والعدوان الغاشم الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. هذا العدوان الذي تسبب في مقتل الآلاف من الأطفال والنساء وسقطت فيه القيم الإنسانية والأخلاقية وكذلك مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، بعد أن أصبح عالمنا يكيل بمكيالين وترك دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة خارجة على القانون تضرب بعرض الحائط القرارات والمواثيق الدولية كافة والقانون الدولي الإنساني. ففي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة وقامت باعتقال عدد من المواطنين واندلعت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال. في قلقيلية اعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الأسير المحرر حبيب حداد بعد إطلاق النار على مركبته أثناء وجوده في حي الظهر بالمدينة، كما اندلعت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في محيط مقبرة الشهداء بالمدينة وسط سماع دوي إطلاق نار. في طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عين باتا شرق المدينة بعدة آليات عسكرية وانتشرت في عدة أحياء، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وفتشوها وعبثوا في محتوياتها واعتقلوا من فيها. الحال لم يكن غريبا عن طوباس، حيث اقتحمت قوات خاصة للاحتلال بلدة عقابة شمال طوباس وحاصرت منزل أحد المواطنين وقامت باعتقاله عقب تخريب وتحطيم محتويات المنزل، كما دفع الجيش بتعزيزات عسكرية لتأمين انسحاب القوات، بينما استهدف الشباب المقاوم قوات الاحتلال بأكواع متفجرة خلال انسحابها من البلدة. أما في جنين فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في بلدة سيل الظهر جنوب جنين، واقتحمت عدة آليات عسكرية البلدة من مدخلها الجنوبي، وداهمت أكثر من 15 منزلا واعتقلت عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني واعتقلت عددا كبيرا منهم. في رام الله قامت قوات الاحتلال بمداهمة مخيم الجلزون شمال رام الله وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم على مدخل المخيم، وهو نفس الحال في بيت لحم والخليل. هكذا تستمر الاقتحامات والاعتقالات اليومية وهجمات المستوطنين التي راح ضحيتها مئات الشهداء منذ بداية العام الماضي، 22 منهم بنيران المستوطنين بالإضافة لاقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وتعزيز التوسع الاستيطاني بمصادرة المزيد من أراضي الضفة الغربية. أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل وإصابة عدد من المستوطنين في حادث إطلاق نار في شرق أسدود بجنوب إسرائيل. وقع حادث إطلاق النار عند محطة حافلات في كريات ملاخي شرق أسدود،
وقالت الشرطة إن مسلحا وصل في سيارة على ما يبدو إلى محطة الحافلات عند تقاطع طرق المسمية، وأطلق النار على عدد من الأشخاص حتى قام أحد المدنيين الموجودين هناك بشل حركته. وأضافت الشرطة أنه تم نقل 6 جرحى من مكان الحادث، حالتهم تتراوح بين متوسطة وخطيرة. يشارك سامح شكري وزير الخارجية في أعمال الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد على مدى 2 في ألمانيا. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية كمتحدث رئيسي في جلسة عن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما يعقد على هامش المؤتمر عددا من اللقاءات مع بعض وزراء الخارجية وكبار المسؤولين ومع عدد من، وكذلك أن يعقد لقاءات إعلامية لاستعراض الموقف المصري إزاء أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة. كذلك من المقرر أن يشارك في المؤتمر الذي ستتصدر قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا أجندة أعماله أن يحضره عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من عدة دول. ولمزيد من المتابعة لآخر التطورات الفلسطينية أيضا ينضم إلينا دكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك وأهلا بمشاهديك، تحياتي. إلى أي مدى ترى أهمية مشاركة مصر في هذا التوقيت المهم في أعمال وفعاليات هذه الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد على مدى 2 في ألمانيا، وما هي طبيعة الجهود التي يمكن أن تطرحها مصر من خلال هذا المؤتمر؟ يعني خلينا أقول لك ببساطة شديدة جدا، مؤتمر ميونخ للأمن هو المؤتمر الأخطر على مستوى العالم في دراسة واقع أمني أو التوترات الموجودة واللي بتشكل يعني شكل من أشكال جديد للأمن والسلم الدوليين. وهذا المؤتمر بالذات يعقد في وله ثلاثية شهيرة دائما وأبدا بتبقى حاضرة. هذا المؤتمر بيبقى على مستوى وزراء الخارجية، على مستوى وزراء الدفاع، على مستوى رؤساء أجهزة الاستخبارات في دول كثيرة جدا، بيبقى حريصة على حضور هذا المؤتمر. أيضا بيحضر هذا المؤتمر جزء من الساسة أو السياسيين أو الحكماء على مستوى العالم بيتم دعوتهم إلى هذا المؤتمر للمشاركة والمساهمة وبدرجة أو بأخرى وضع آليات لحل معضلات إلى حد كبير جدا تهدد السلم والأمن الدوليين. أتصور أن القضية الأهم على أروقة هذا المؤتمر سوف يكون النزاع في منطقة الشرق الأوسط، نعم، وأخصه الواقع داخل قطاع غزة تحديدا، وآليات الوصول إلى تهدئة أو هذا الأمر معرض للانفجار بشكل أو بآخر بحكم التداعيات المرتبطة به، تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر، التوترات الموجودة في الساحة اللبنانية، الوضع داخل العراق وداخل سوريا، دي كلها تتوترات مرتبطة ارتباط لصيق بهذا العدوان الإسرائيلي المميت على قطاع غزة، وبدرجة أو بأخرى معرضة المنطقة بالكامل، نعم، بتداعياتها للوصول، شكرا، إلى خسائر كبيرة. شكرا جزيلا لك دكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي. والآن مشاهدينا إلى مؤتمر صحفي من باريس للرئيس الفرنسي والعاهل الأردني. وهذا التوتر يؤثر على الأردن، وأن هناك عنف المستوطنين يجب أن يتوقف، وطلبت من رئيس الوزراء نتنياهو بأن يلتزم بإيقاف هذا. إن فرنسا تتحمل مسؤولياتها وأيضا عقوبات تم تبنيها ضد المستوطنين العنيفين. بعد أسابيع سيكون شهر رمضان، وسأطلب منهم أيضا حماية المواقع الإسلامية والمقدسة خلال هذا الشهر. إذن هناك لدينا أيضا يجب وضع قرار من أجل وضع حل للدولتين. شركاؤنا في المنطقة وخاصة الأردن يعملون ونحن نعمل معهم من أجل المساهمة معهم في مجلس الأمن لإنشاء دولة فلسطينية وأن لا تكون لديها مشكلة. ونحن أيضا نتطلع إلى مساعدة الفلسطينية في تطلعاتهم، وأيضا نلتزم مع الإسرائيليين، ويجب أننا
نلتزم بمنطق لا يقدم أي فوضى في كل هذه المواضيع. إن استماعنا اليوم هو من تنسيقنا جزء من تنسيقنا المستمر خلال الأشهر الماضية للعمل باتجاه إنهاء الحرب في غزة والتصدي للكارثة الإنسانية كما ذكرنا للتو. نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، كما أن شن هجوم إسرائيل على رفح التي نزح إليها نحو 1.5 مليون شخص من الدمار الدائر في القطاع سيكون له تبعات كارثية إنسانية كارثية لا يمكن القبول بها. علينا أيضا العمل مع الأصدقاء والشركاء لتجنب امتداد هذا الصراع إلى المنطقة، وقد رأينا كيف يمكن أن يؤدي امتداد الصراع في المنطقة إلى آثار كارثية. إذا استمرت الحرب المدمرة في غزة والتصعيدات في الضفة الغربية والقدس استمرت، ستمتد آثار كل منهما إلى المنطقة بشكل كبير. إن الحل السياسي الذي يقود إلى السلام على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة كلها. ونحن نقدر فخامة الرئيس دوركم الفاعل في هذا الشأن، وأوروبا كانت لاعبا رئيسيا في إيجاد حلول دائمة للسلام. نحن أيضا ممتنين لجهود فرنسا ولقيادتكم سيد الكريم للعمل باتجاه وقف إطلاق النار وزيادة حجم المساعدات إلى غزة عبر كل الطرق الممكنة والآليات المستمرة. لقد عملنا مع فرنسا لتوفير المساعدات كما ذكرت من خلال الإنزال الجوي، وهو أحد الوسائل التي نستخدمها لتوفير المساعدات كجزء من استجابة الإنسانية بقدر ما نقدر. يجب عمل المزيد، علينا ضمان وصول المساعدات الكافية بصورة مستدامة دون عراقيل للتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي. يجب أن يستمر دعم وكالة الأونروا، فهي شريان الحياة بالنسبة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة ممن يواجهون خطر المجاعة، كما تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن أخرى في المنطقة. سنستمر بالعمل معكم السيد الرئيس لمواجهة هذه التطورات وتوسيع شراكة الاستراتيجية مع فرنسا. أشكركم على صداقتكم التي تكنوها للأردن والعلاقة العلاقة بين بلدينا، وأتطلع للقاء لقاءات مثمرة معكم صديق العزيز. شكرا لك. إذن هكذا مشاهدينا تابعنا من العاصمة الفرنسية باريس المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي يقوم بزيارة حالية للعاصمة الفرنسية. تابعنا من خلال هذا المؤتمر الصحفي ما دار فيه من حديث عن أهمية التعجيل بوقف إطلاق النار ووقف الحرب في الأراضي الفلسطينية، وناقش الجانبان خطورة الموقف الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وخاصة من الناحية الإنسانية والأمنية. كذلك تحدث الجانبان عن أهمية الدعم الكبير لاستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين أونروا مع ضرورة التأكيد على أهمية وقف الحرب. مشاهدينا نتحول إلى استكمال أهم أخبار هذه النشرة، حيث توفي زعيم المعارضة الروسية والعدو الأول للكرملين الروسي أليكسي نافالني في سجن الدائرة القطبية الشمالية، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن 19 عاما. سلطات السجون أفادت لمنطقة ياما أن السجين نافالني شعر بوعكة صحية وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري فيما يجري التثبت من أسباب وفاته، مضيفة أنه تم اتخاذ جميع إجراءات الإنعاش لكنها لم تفلح ولم تعطي أي نتائج إيجابية. كان الناشط البالغ من العمر 47 عاما يقضي عقوبة بالسجن 19 عاما بعد إدانته بتهمة التطرف في سجن بعيد في المنطقة القطبية الشمالية من روسيا في ظروف بالغة الصعوبة. إذن هكذا وصلنا معا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بعد وفاة 5 فلسطينيين جراء توقف الأكسجين بمجمع ناصر الطبي، منظمة الصحة العالمية تطالب بتوفير الوقود لاستمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يجدد رفضه لاعتراف بدولة فلسطين، ورام الله تؤكد أن الدولة الفلسطينية استحقاق يفرضه القانون الدولي وليست هدية أو منة من نتنياهو. والشرق الأوسط وأوكرانيا يتصدران مؤتمر ميونخ للأمن بحضور وزير الخارجية سامح شكري. نهاية هذه النشرة، ويمكنكم بالطبع متابعة المزيد من الأخبار على موقعنا على الإنترنت nile.eg. تحياتي وإلى اللقاء.